لله الحمد لله. هذا شوف حتى كحكينا مع بعضنا معز غيلان فريق اليوم فرصة للملعبية هذولا باش يكونوا معناتها جديرين بالانتماء للترجي الرياضي التونسي. اليوم احنا كحسبت انا امس معناتها نحي سلمان مثلا اللي كان ولا مجهد اللي كان في فريق النخبة ومعناتها بالحق معناتها ما عنديش مشكل معاهم يعني قعدت معاهم شهرين في التدريب نتاعهم كي كنت مدير رياضي وهذه أهم حاجة هكا علاش كونتينياسيون احنا نحبوا نفس الفكرة اللي موجودة في الأكابر موجودة في النخبة لحد الآن نخدموا هكا مش حتى كي يطلع اليوم هكا شفت سلمان لعب نهار الأحد حكينا مع المدير الفني حكينا مع المدربين حكيم ولطفي اللي باش يلعبوهم بيتون على خاطر مش يلعبوا اليوم هذا هو التواصل ما بيننا وبين فريق النخبة نظن اليوم نشوفوهم راهو برسك 10 ملاعبية ولا 9 ملاعبية لعبوا التيتيلار في الليكيب لعبوا أساسي تشوف قايث لعب أساسي شو اسمه صدام لعب أساسي في ماتشوات رائد لعب أساسي عمام لعب أساسي معناته كلهم لعبوا أساسيين وهذا اللي أعطيناه للملاعبية راكم كلكم لعبتوا أساسيين مش اليوم راكم مش تلعبوا هي كما قلت مش الظروف حكمت هذه بطولتنا هذه كأس أفريقيا ما لباش مجموعة معناتها احنا ماناش باش نشاركوا كان في كأس أفريقيا ولا في البطولة لازم الناس كل الملاعبية الكل تكون حاضرة باش تكون في أي وقت تزيد الإضافة والانتصارات مباراة كاس احنا سواء نلعب شو معتز يلزم نشوفوه تو تشوف وسط الملعب احنا وسط الملعب معناتها كبير برشا وعندنا مشكلة في الظهير اليمين رائد حطناه في قوته اللي هو معناتها في اللاكس لكن ينجم يكون نهار في الريدر ولكن حبوه خاطر غاديك نعرف انسان ذكي معناتها يلعب مخه نجم احنا نلقوا معناتها حلول لكن نعاود نقول لك راهو الناس هذيه اللي تلعب ملاعبيه اللي تلعب سواء كانت في الكوب دافريك في الشامبيون على خاطر كان نرجعوا في الاخر راهي الشامبيون هي اللي باش تهزنا الكوب دافريك معناتها ما يلزمناش لا هذا لا 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 الملاعبيه الكل حاضره اليوم احنا عندنا ساتيسفاكسيون معناتها بملاعبيه معينه ان شاء الله في اللعبه نتاعها في الديال في كل شيء اللي تعطينا النجم يكون نهار السبت عناصر فاعله في الواحد خاطر مازال عندنا الوقت باش نحضروهم اليوم عندنا ماتش مهم بعد واحنا كنشوفوا حتى السيريه اللي داخلين عليها راهي شوف لعبنا اليوم باش نلعبوا 9 باش نلعبوا 13 19 23 27 30 3 معناتها هذا الكل باش يلعبوها معناتها 10 ولا 12 لاعب الحمد لله على النعمه هذه ما ردوهاش نقمه اليوم احنا كإطار فني نعرفوا قيمه كل لاعب عندنا ان شاء الله الملاعبيه اللي نختاروهم باش يلعبوا ان شاء الله يكونوا هم معناتها ديما في المستوى خاطر في اي لحظه باش يلعبوا لان نجموا نختاروا الملاعب يكون لك ماهوش حاضر لكن احنا هذا نطلب من اللاعبين اللي ديما راهم يكونوا حاضرين في الماتشوات الكل في اي لحظه لان احنا الكل ننتمين للكيان هذا اللي هو الترجي الرياضي التونسي في الاخر فانا احنا لا تكبش نلعبوا راه مش معناتها عندنا كيب هذه لا لا الكل نلعبوا في الترجي الرياضي التونسي كلنا ننتمين للترجي الرياضي التونسي الكلنا مطالبين باش نفرحوا جماهير الترجي الرياضي التونسي نجيبوا ريزلتا خاطر احنا في الترجي الرياضي التونسي كل مباراه راهي مباراه كاس فهمتوا يعني ندخلوا احنا المباريات كلها باش ندخل باش نربحوا لكن بعد راهي النتيجه هذيك توفيق احنا ندخلوا باش نربحوا ونخدموا في الوسط الاسبوع على اساس باش نربحوا لكن في الاخر نجتهدوا وندير لكن في الاخر راهو تنجم تكون ما تمشيش النتيجه ما تمشيش فهمت هذا هو